وبطل هايبرتنشن يعني افتكر كده احنا بقالنا كتير قوي ما شفناش بعض، ان الجسم بدا يفتح سايد سبورت ستيميك شانت والاسبرين يكبر لان ذير از نو بورتال هايبرتنشن وزاويت اسبرينو ميجري. وساعات العيان يجي له ليفر سيل فيلير وهايبو بروتينيميا فيجي له اسايتس. وفي قاعده انتوا حافظينها ذير از نو اسايتس وزاويت هايبو بروتينيميا، بورتال هايبرتنشن از جاست لوكالايزنج فاكتور. ودي اخر حصه احنا قعدنا فيها نوضح في الحته دي في حاجه فترات طويله يعني. السؤال الجاي، طب هو البورتال هايبرتنشن هيبقى عاده فيريسز وكبوت ميدوسا وانو ريكتال فيريسز اللي هي بايلز زي بايلز يعني. هو يمكن البايلز بيبقى لها ديستريبيوشن كده، لو بصينا على الانس بتاعت حد عنده بايلز بنلاقيها الساعه 3 و7 و11، لكن لو بصينا على الانس بتاعت حد عنده بورتال هايبرتنشن بلاقيها عامله كده زي كبوت ميدوسا. عشان كده في ناس كتير تقول البايلز ملهاش دعوه بالبورتال هايبرتنشن. اللي كان هيجي له بايلز وهو عنده بورتال هايبرتنشن كان هيجي له بايلز وهو ما عندوش بورتال هايبرتنشن. البورتال هايبرتنشن لما يعمل انو ريكتال فيريسز، يعني يحبوا يفصلوها كده بلفظ لوحده اسمه انو ريكتال فيريسز مش بايلز. واحنا نعرف ازاي ان حد عنده اسوفيجيال فيرس؟ مش هنعرف انليس انها فرقعت. فالعين جاله ايه؟ هيماتيميسيز وميلينا او هيماتيميسيز وبليدنج بالريكتم. يعني ايه هيماتيميسيز؟ فوميتنج بلاد. لونه ايه؟ كافي جراوند او برايت ريد. الديبنز على ايه؟ على الاماونت. لو كميه صغيره هتنزل كافي جراوند لان الدم هيتفاعل مع الاتش سي ال ويعمل اسيد هيماتين فينزل لونه بني. انما لو الكميه كبيره هينزل برايت ريد بلاد لان مفيش اتش سي ال يكفيه. هو ده فوميتنج بلاد. السؤال الجاي، امال يعني ايه ميلينا؟ باسج اوف سوفت بلاك تار ستول اوفنسيف ان اودر، يعني ينزل براز اسود زي الزفت وريحته وحشه. ينزل براز اسود زي الزفت وريحته وحشه. باسج اوف سوفت بلاك تار ستول اوفنسيف ان اودر. فاهمين على ده؟ لا. والميلينا دي عباره عن ايه؟ digested blood. ميلينا دي عباره عن digested blood. اخطر حاجه يا اولاد، اخطر حاجه ان عيان يجي له هيماتيمسيس لبرايت ريد بلاد وينزل برايت ريد بلاد بالريكتم، يجيب دم احمر من فوق ودم احمر من تحت. معنى كده ان الكميات كبيره قوي ما بتلحقش تتهضم. فالعيان اللي بيجيب دم احمر من فوق ودم احمر من تحت ده فيري سيريس. فاهمين على ده؟ لا. طبعا الكلام ده احنا هناخد موضوع لوحده كده اسمه ابر جي اي تي بليدنج، وموضوع لوحده اسمه لور جي اي تي بليدنج. فاهمين على ده؟ بس لغايه ما ناخد الموضوعات بالشكل ده كتجميعه كل مره لازم الطالب بيفهم يعني ايه هيماتيمسيز، يعني ايه ميلينا، يعني ايه بليدنج بالريكتم. الكلام ده لازم يبقى واضح قوي. ممكن العيان يجي له ازرابشر فيريسز، ممكن العيان يفرقع عنده يجي له كبت ميدوسا اللي هو راس ميدوسا، ممكن العيان يجي له انو ريكتال فيريس. مين اكتر واحده بتفرقع وتموت العيان؟ سوفيجيال فيريس باماره ايه؟ عبد الحليم حافظ. لكن عمركم ما تسمعوا عن واحد الامبرايكس بتاعته راحت مفرقعه، واحد خرى دم مات، او واحد مات في الحمام على القعده. يعني انو ريكتال فيرس فرقعت ومات على القعده. فاهمين ولا لا؟ لكن اكتر واحده بتفرقع وبتعمل بليدنج وفيتال بليدنج هي الاسوفيجيال. ايه؟ الاسوفيجيال فيرس. طب العيان اللي عنده بورتال هايبرتنشن هيجي له اسوفيجيال فيرس وكيبوت ميدوسا وانو ريكتال فيرسز وسبلينو ميجالي
تعرفوا ازاي ان حد عنده سبينيوميجال؟ يقول لك تقل في جنب الشمال. اشمعنى؟ عشان الكبسوله بتتنفخ والليجامنتس بتتنفخ، فيقول لك في تقل في جنب الشمال. واحيانا يقول لك في شكشكه في جنب الشمال. الشكشكه دي عباره عن ايه؟ سبرين كان محتقن كده يا ولاد، وبعدين البلاد فيسل فرقعت فعملت سب كابسول هيماتوما، وبعدين السب كابسول هيماتوما هيلد بايه؟ فايبروز. تعرفين السب كابسول هيماتوما دي تبقى عامله زي بلورزي كده، تعمل ستيتشنج بين مع النفس. السب كابسول هيماتوما دي زي سمول انفاركشنز كده، زي سمول انفاركشنز في الاسبرين، تعمل شكشكه بتزيد مع النفس، ستيتشنج بين يزيد مع النفس. ساعات السب كابسول هيماتوما دي تهيل بفايبروزس وتلزق في الدافراج وتعمل حاجه اسمها بيريسبلينايتس. ساعات السب كابسول هيماتوما دي تهيل بفايبروزس وتلزق في الدافراج وتعمل حاجه اسمها بيريسبلينايتس. تعرفوا ازاي ان حد الطحال بتاعه كبير؟ ضل ايكينج بين، تقل في جنبه، او ساعات ايه؟ ستيتشنج بين، شكشكه في جنبه، شكشكه في انهو جنب؟ شمال. بتزيد مع ايه؟ مع النفس. دي حاجه يقولوا عليها بيريسبلينايتس. بيريسبلينايتس خطا ممكن الطالب يفهمها انها التهابات، بس البيريسبلينايتس دي في الحقيقه سمول انفارشنز بتهيل بايه؟ فايبروز. ساعات تلزق في الدفران، ممكن نقول عليها بق كده برضو شيك. ساعات يحصل عليها الجسم يعمل بلود فيسلز كده بالانجيوجينيسيس، بورتو سيستميك شنط. البيريسبلينايتس دي خطر، ممكن الطحال يلزق كده في الدفراج من ادهيجن ويعمل عليها بلاد فيسلز، يقولوا عليها سايت سبورت وسيستميك شانس، يقولوا عليها سايت سبورت سيستميك شانس. ممكن تموت عيان في العمليات دي على فكره. ولا تعرفين لما نفتح بطن عيان عشان نشيل الطحال لو لقيت ادهيجن جامده كده شيل، شوف ما تشيلوش، اربط الفاسكولار بيديكل واطلع. لو اتقطعت منك والعيان نزف هي ويل بليد تيل ديث. لو اتقطعت منك والعيان نزف هي ويل بليد تيل ديث. هو انتوا واخدين بالكم ان الحاجات دي خطر ولا لا؟ ليه؟ يعني طالب لما اقول له مثلا رابشر فيرسز او رابشر او ردة زي كده، طالب بيحس ان في حاجه خطر قوي، صح؟ ليه؟ هو انت تفهم ليه لما تفهم هو ازاي الدم بيقف. هو لما واحد بيتقطع عنده وريد الدم بيقف ازاي؟ بيحصل فازو كونستريكشن وايه تاني؟ فايبرين نتورك وبليتلت اجريجيشن ويعمل بلاد كلوت، صح ولا لا؟ الوريد الضغط جواه واطي، لكن الشريان الضغط جواه ايه؟ عالي. فالوريد لما بيتعور بيعمل ريكويل الدم يقف، الشريان لما يتعور يعمل ريكويل الدم يقف، كل جدار على قد البريشر اللي جواه. خلي بالكم ان البلاد فيسل دي ما فيهاش ماسلز، دي معموله بالانجيوزينيسيس، ما فيهاش ريكويل وهاي بريشر. يعني عنده بورتال هايبرتنشن، ثين وول وهاي بريشر وليفر بايظ، مفيش كلوتنج فاكتورز، وسبلين ممكن يعمل هايبر سبلينيزم. عيانين دول اولاد خطر قوي في البليدنج بتاعهم. لو واحد فيهم نزل في ويل بليد تندر، لان ما في كل عوامل الشر موجوده في حته واحده، كل عوامل الشر موجوده في حته واحده. البلاد فيسل سين وول وما فيش ريكويل لانها معموله بالانجيوجينيسيس ما فيهاش ماسلز، ممنوعه معموله بالانجيوجينيسيس ما فيهاش ماسلز، وهاي بريشر هاي بريشر وبليدنج تندنسي، الليفر مش ما بيصنعش كلوتنج فاكتورز، العيال هيويل بليد تيل ديث، مش كده خطر جدا يعني. العيال اللي عنده بورتال هايبرتنشن ده ولاد يجي له اسوفيجيال فيرسز، كبت مدوسه،
انوريكتال فيرسد، ساعات الطحال يكبر، ساعات يجي له اسايتس وانكفالوباسي واعراض ليفر سيل فيلير. بس خلي بالكو البورتال هايبرتنشن الاول وبعدين اعراض الليفر سيل فيلير، عكس بتوع البطنه. بتوع البطنه يركزوا على الليفر سيل فيلير. انا دايما نقول لك خلي بالك ان الاعراض عندنا اعراض بورتال هايبرتنشن وسبلينوميجالي، يعني بورتو ستيميك شانت وسبلينوميجالي، بورتو ستيميك شانت وسبلينوميجالي، وبعدين في الاخر ليفر سيل فيلير، بورتو ستيميك شانت وسبلينوميجالي، وبعدين في الاخر ليفر سيل فيلير. هو العيانين دول اولاد الجي اي تي عندهم بيبقى كونجستد. لو في حد عنده احتقان في الجي اي تي يحس بايه؟ ديسبيبسيا. اشمعنى؟ هو الجي اي تي ديسبيبسيا. تعرف في الاسوفاجس؟ ديسفيجيا. في الاستومك؟ ديسبيبسيا. عارفين السمول انتستن واللارج انتستن؟ مال ابزوربشن وديستنشن واودبل بربرجماي. اودبل بربرجماي دي اللي هي الكركره بتاعت المنبار تتسمع. هاويفر ديسبيبسي. فاهمين يا ولاد؟ الموضوع ديسبيبسي. هو طبعا انا ما اقدرش اتكلم على مانيفستيشن اوف ليفر سيل فيلير، يعني انا ما اقدرش اتكلم معاكم في ليفر سيل فيلير. ايه يعني ما نحاول كده نشوف لو طالب حاول يتكلم في ليفر سيل فيلير مثلا. هو ممكن نتكلم عنها سيستمز، وممكن نتكلم عنها ناخد انسان كده من ساسه لراسه. يعني نبدا براسه. يلا قول ليفر سيل فيلير، ايه اخبار راس واحد عند الولد؟ شعره ايه؟ سلكي ولوس اوف فرانتال ريسيس. شغلت ايه؟ نفتح بس التليفون عشان ايه نعرف يشتغل. الشعر يا ولاد هيبقى سلكي ولوصف فرانتال ريسيس. زي مين؟ عبد الحليم حافظ. اشمعنى؟ هو ليه الشعر بقى كده في الليفر سيل؟ الاستروجين. تعرفين الولاد بيبقى عندها اندروجين، هو اللي بيعمل لها الشواطح دي. ساعات حتى الشواطح دي تزيد شويه. فاهمين يا ولاد؟ لكن البنات بيبقى عندها استروجين، فالاستروجين بيخلي شعرها يخط شويه. الاستروجين يخلي الشعر انعم من الاندروجين شويه. يعني ما شويه. فاهمين يا ولاد؟ يمكن في ولاد تفهمني. لو سواء هما صغيرين كان شعرهم ناعم قوي، بعدين بعد ما كبروا ما فيش، كل وقت عمال يعمل لي كده فاكر نفسه توم كروز يعني. وبعدين لما الاندروجين طلع بيخلي الشعر يخشنس شويه سنه يعني. العين جوندس. المناخير وركينج الى نزاي من الاسايتس. من العام ما بعرفش اخد نفس كويس من الاسايتس. وحاجه اسمها بالهارزيا الكوربا المنان. سمعنا؟ هو بالهارزا الكوربا المنال دي بتبقى بسبب ايه؟ الاوفا. الاوفا راحت فين؟ اللنج. تعرفين يا ولاد بالهريسه دي بتموت الواحد بالبيض بتاعها، تعمل تخلي البني ادم كبده بالبيض، فشه بالبيض. تعرفين لو البيض وصل اللنج يسد البلاد فيسلز بتاعت اللنج ويعمل حاجه اسمها بالهارزا الكوربا المنال. فاهمين يا ولاد؟ لا. اخطر حاجه في البلهارسه اولاد البيض، لان الدوده ما بتبيضش بيضه واحده، بتبيض ايه؟ يجي كرتونه او كرتونتين. فاكرين لو كراتين البيض دي راحت الكبده بتبقى كبده ايه؟ البيض. بورتال هايبرتنشن. ولو البيض ده راح اللنج بيعمل ايه؟ فشه بالبيض. فشه بالبيض اللي هو بالهرزه الايه؟ لعلمكم كل ما اتكلم عن بلهارسيا الطالب يفتكر كراتين البيض، ويفتكر ان الموضوع كبده بالبيض وفشه ايه؟ بالبيض، اللي هو بيري بورتال فايبروزيس وبورتال هايبرتنشن وبالهارزيا الكور ايه؟ بالمونير. تعرفين اللي عنده بالهاريسيا دولت ساعات يجي له حاجه اسمها فيتور هيباتيكاس، ويبقى ريحه بقه ايه؟
وحش عنب ايه؟ انت اللي عنب يلا. فيتو هيباتيكا زي الانس. تحس انه بيطلع فليتس من بقه. اشمعنى؟ في واحد زميلكم بيقول مر كابتن او في كابتن. ودي حاجات معروفه، في كابتن في كابتن ومر كابتن. عيله الكابتن دي ريحتها وحشه. تعمل باد اودر يعني. قبل الاجازه حكيت لكم حكايه الفليتا صح؟ يلا احكوا لي حكايه الفليتا. ان اي انسان مننا ممكن ياكل حاجه مش نظيفه قوي، ممكن تبقى بروتين او عيش لو كهرباء، هيعمل له انتفاخ، كركره، تعفنات، غازات. يلا ولاد قولوا لي لو حد كل عيش مش نظيف بيطلع غازات ايه؟ صوت بس، برافو عليكم. لكن لو كل بروتينات مش نظيفه بيطلع ايه؟ ريحه وحشه، غازات صوت وليها ريحه. وده غاز ايه؟ النشادر. نشادر وميركابتن. قلت لكم قاعدة كده، إن كل لتر أنت بتطلعه للعالم الخارجي قدامه 9 لتر بيمتصوا في الدم. مين بيقف في سكتهم؟ الليفر بيكسر الحبة اللي امتصوا دول. طب فضل الليفر بايظ مش هيكسر حاجة، يقوم يروحوا الدم، يقوم الإنسان يخرجهم إزاي؟ اذا العيان اللي عنده ليفر سيلفيلير عنده 2 انس، انس تحت وانس فوق. الانس اللي فوق دي سموها فيتور ايه؟ هيباتيكس. واضحه ولا لا؟ يلا قولوا لي شعره اخباره ايه؟ شعره ايه؟ سلكي ولوس اوف فرانتال ريسيس مناخيره، وينكنج الى نزاي عينه، جوندس بقه، فيتور هيباتكس. اللي جايه بقى كلكم هتجاوبوني. ساعات يبقى عنده باروتيد سويلنج، انديميك باروتايتس، برافو عليكم. ليه؟ هايبوبروتينيميا او ريتيكلو اندوثيليال سيستم هايبربليزيا. والطلبه الشاطره قوي تقول لك الكوز انون، وان ليها تو ثيريز، يا هايبوبروتينيميا ودي إديمة، يا اما ريتيكلو اندوثيليال سيستم هايبربليزيا. خدناها يا ولاد؟ طب وانا بتكلم بتقول ايه؟ اسمع العلاج، حسوا كان الحاجات دي عدت. العيال اللي هي مش حاسه بحاجه خالص دي عيال غريبه، ده باب السليفري جلاند. ممكن مثلا النك، كونجستد نيك فينز. طبعا انا ما اقدرش اتكلم معاكم في كونجستد نيك فينز، انتوا ممتحنين في الكارديولوجي 500 مرة. يعني اسايتس، ضغط على الدافراج، بالهارزر كوربا المنال، هارت فيلير، بالهارزر كوربا المنال او اسايتس ضغط على الدافراج. ممكن لمف نوك كبيرة في النك، ريتيكلو اندوثيليال سيستم هايبربليزي. خلي بالكم الكلام ده كله مش ريتن خالص، الكلام ده كل اللي انا بشرحه ده عباره عن واحد واقف على حاله هيبات سبينوميجالي ومعاه شخص تاني بيحط عليه. فاهمني؟ بس ما اتكلمش عن اي حاجه ريتن لغايه دلوقتي. انت واقف مع الدكتور بتقول له ان العيان ده عنده كلينيكالي بورتال هايبرتنشن بالهارزل هيبات سبينوميجالي. ممكن يبقى كومبليكيتد بليفر سيلفيلير او لا، طبعا عندنا احنا هيبقى لا يعني. من الات فهو بيقول لك برافو عليك. بس دي اخر كلمه هيقولها لي. بعد كده بيبدا بقى يتناقش معاك كاب وايه؟ وابنه، هو الطحال ده كبير؟ كبير ليه؟ ازاي ابن لسه بتكبر الطحال يا ابني؟ طب والعيان اللي عنده بورتال هايبرتنشن ده بيموت ليه؟ ايه سبب الوفاه عاده؟ يا ابني رابشر فيرسز، هو ايه الفيرسز دي؟ ايه بورتال؟ ايه سيستميك؟ فاهمين يا ولاد؟
والاسوفيجال فيرس دي ليه لما بتفرقع العيان بيموت؟ يعني طب ما انت بتتعور، انت بتتعور كده وتقطع اورده ما بتموتش، امال ليه ده بيموت؟ ليه مورتاليتي عاليه؟ طب هو تسمع عن الكبت مدوسه؟ ايه كبت مدوسه؟ ايه بورتال؟ ايه سيستميك؟ فاهمين يا ولاد؟ امال لو لقيت في العيان اسايتس تفكر في ايه؟ لازم ترد على طول تقول له ليفر سيل فيلير، لازم ترد على طول. لو لقيت اسايتس تلاقي ايه؟ يبقى فكر في ميه في البطن. ميه اسايتس يعني ميه في البطن. ايوه يا دكتور. ليه يجي له اسايتس؟ استنى. الراجل ده يا ولاد برضه زي بابا يعني ما تطفحوش الدم اخلص. فاهمين يا ولاد؟ غير لما تقول له بقى ذير از نو اسايتس وزاوت هايبوبروتينيا بورتال هايبرتنشن جاست وعلى واحد اسايتس بريكوكس. لا ده كلام برضو يدخلك في وزن العجل. فاهمين يا ولاد؟ بعد شويه بقى الراجل ايه؟ ممكن يسالك في اعراض ليفر سيل فيلير، تسمع ايه عن الليفر سيل فيلير؟ طب ليه العين يجي له جاينيكو ماست؟ يعني الشيست مثلا ليه يجي له جاينيكو؟ استروجين مش كده يا ولاد؟ وساعات بيجي له حاجه اسمها سبايدر نيفاي، دي بتوع البطنه بيموتوا فيها. يقعد يقول لك بقى الليفر بيبقى باظ، ما بيعرفش يطلع بيكسر الفازو دايليتور سبستانس، وده بيبقى عباره عن سنترال ارتريول وكابيلاريز. وان انت تجيب ظهر الدبوس وتقوم سادد السنترال ارتريول تقوم الكابيلاريز تروح. وبعدين ايه انتوا فاهمين حاجه ولا مش فاهمين؟ فاهمين ان هم مش فاهمين حاجه؟ فاهمين الكوزا النون؟ وان دي سيري. دي موجوده في السوبيريو فينا كيفا بس، يعني هو الفازو دايريتور سابستانس في السوبيريو فينا كيفا، مفيش فازو دايريتور سابستانس في السوبيريو فينا كيفا، محدش يعرف. لكن السير بتاعتها ان الليفر لما بيبوظ ما بيعرفش يكسر الفازو دايريتور سابستانس والاستروجين، وبالتالي بيبقى في دايليتد سنترال ارتريول وكابيلاريز. اسمع البالمر اريسما دي بتيجي في الايد ولا الرجل؟ بالمر افرض لقيتك بتفكر. لا الراجل لازم برضه يبقى له موقف. البالمر لسه بتيجي في الرجل ويبقى اسمها بلانتر ارسما. مين اشهر البالمر ولا البلانتر؟ البالمر بأمارت ايه؟ ان انت عارفها عشان انت تعرف معلومه لازم تبقى مشهوره قوي. لازم تبقى مشهوره جامد. فاهمين يا ولاد؟ فالبالمر اريسما مشهور قوي يا ولاد، بس هو في الرجل بتيجي باسمها بلانتر اريسما، ما اسمهاش بالمر اريسما ساعتها. تعرف ايه العام بتاع الليفر سيل فيلير يا ولاد يجي له تريمورز ولا لا؟ يلا وروها لي، وروها لي ازاي؟ يقول لك طيب افرض عم حبيت تزودها. دوس على الايد لورا، دوس على الايد لورا قوي كده وسيبها يقوم ايه؟ يرفرف اكتر. صح بتوع البطن يقعدوا يقولوا لكم حاجات من دي، يقول لك لكن الفاين تريمور بيبقى كده. وده فلابنج تريمور. ايه اديما اوف ذا لور ليمب. لما تلاقي عيان بورتال هايبرتنشن عنده اديما اوف ذا لور ليمب تفكر في ايه؟ انت كانسان لما تلاقي حد عنده الهباس في لوميجالي كده عنده اديما اوف ذا لور ليمب تفكر في ايه؟ ايه؟ شوف بقول واحد عنده هيباتس بنيوميجالي وعنده اديما اوف ذا لور ليمب بتفكر في ايه؟ قال لي افكر في حاجه كارديا. بقول له ليه؟ قال عشان اخرج من الجي اي تي اروح كارديا. انا ما عنديش مبرر تاني، يعني ما عنديش مبرر تاني الحقيقه. طب انت فكر في اسايت؟ العيان ده عنده اسايت؟ ولو كنت انت ما جبتهاش في الاكزامينيشن ارجع للعيان تاني اعمل له ني شيست ني البو بوزيشن. بس اللي يجيب له قديمة اوف ذا لور ليمب جاله اسايتس الاول، اسايتس بريكوكس عن البورتال هايبرتنشن يرشح في بطنه قبل رجله. فلو لقيت قديمة اوف ذا لور ليمب تفكر في بطنه انت على طول، فكر في اسايتس على طول. هاويفر ما بخبيش عليكم يعني اعراض الليفر سيل فيلير تخص بتوع البطن اكتر، واللي ما عرفش يجاوبها في امتحان اصلا هو سائط بطنه، فما تقلقش عليه في الجراحه، هو بيبقى نفس الشاسيه. هو بيبقى بص ولاد الطالب ده بيبقى شاسيه واحد. اوعى تفتكر بجد ان يبقى في طالب اشطر في البطن عن الجراحه او جراحه عن البطن، لا خالص. بصوا الدكتور الهواري يقعد يمتحنك 90,000 مره.
ولا اي حاجه. ساعه لما يجي امتحان الجراحه بتقعد زي الكلب تذاكر، فاهمني؟ فبيطلع مستواك في البطنه في الجراحه جامد جدا ويقع في البطنه، لانك مضطر هتوقفها. انت هنا ما انت لازم تعمل البالانس. الطالب ده ولاد بيبقى شاسيه واحد، هو في الجراحه زي البطنه، فاهمين؟ فمحدش يقلق، يعني محدش يقلق ان هيبقى في ماده هو شاطر فيها عن ماده تانيه، ما تقلقش بشرف. بيقول المادتين بينهم تنافس يعني، فاهماني؟ بس انا دعيت لكم والله يا اولاد، يعني انا دعيت للبنات ربنا يكرمها كده وتتجوز، ودعيت للولاد ان هم يذاكروا. ما لازم حد فينا يذاكر يا اولاد، احنا يا هم مين هيصرف على البيت؟ ندور على حد يصرف علينا احنا الاثنين، لازم حد يذاكر يعني. مثلا بعد كده manifestations of the cause، clinical picture of the cause، يعني لو واحد عنده بالهارسيا هيبقى عنده ايه؟ عنده دم في البول والبراز، صح؟ يسموا الدم في البراز ايه؟ ديزنتري، الهارزيا ديزنتري او هيماتوكيزيا او ديزنتري. ويسموا الدم في البول ايه؟ هيماتوريا، فاهمين يا ولاد؟ يعني هيبقى العيان عنده كلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز، ايه السبب اللي عمل له ليفر سيل فيلير؟ طبعا حكايه الكلينيكال بيكتشر وبورتال هايبرتنشن دي اكتبوا عليها كلها ديسكشن جوه الكلينيكال، تذكر من الشيت حتى، ممكن تذكرها من الشيت. هو ايه الكومبليكيشن يا اولاد بتاع البورتال هايبرتنشن؟ اهم حاجه وكوز اوف ديث رابشر اوسوفيجيال فيرس، كوز اوف ديث رابشر اوسوفيجيال فيرس. ممكن بقى كونجستيف جاستروباثي، يعني بين قوسين كده ديسبيبسيا. كونجستيف جاستروباثي ده ولاد اللي هو ديسبيبسيا. هايبر سبلينيزم، يعني ايه هايبر سبلينيزم يا ولاد؟ توحش. توحش لمين؟ سبلين. فقام السبلين باكل البلاد ايه؟ اليمنتس، مش كده يا ولاد؟ قولوا لي النظريه اللي انا قلتها لكم قبل ما قبل اجازه. ايوه، ان الطحال بقى عصبي فبدا ياكل بلاد اليمنت، لان الحاجه المفروض تعدي بسرعه. هيقعد يقول لهم ايه؟ يقعد يقول الطحال يقول للار بي سيز ايه؟ عدي ايه؟ عدي يا مزه، فاكرين؟ عدي يا مزه. وبعدين ايه؟ اللي تلاقيها بطيئه ما بتعديش، يقوم يعمل ايه؟ يقوم ياكل كله، يفتكرها عجوزه، فاكرين؟ بلاد فيسل الار بي سيز العجوزه هي اللي بتبطأ، ما بتعرفش ايه؟ تتحشر. عشان كده هو بيقوم واكلهم كلهم بقى. واضحة؟ زمان من اسبوعين ثلاثة كده، هو ده الهايبر سبلينيزم، يبدأ الاسبلين ياكل البلاد اليمنتس كلها. اسايتس، هو مينيمال اماونت اوف اسايتس، بنعرفها ازاي؟ ني البو بوزيشن، اللي يقول نوي شيست يبقى ايه؟ عبيط منجر. ني البو بوزيشن، طبعا العيال بتوع الجراحه عارفين الحاجات دي كويس طبعا. يعني احنا ضاغطين عليها جامد يعني، وبتوع البطنه اكيد بتوع البطنه ضغطوا برضو مهما ضغطنا. ني البو، ها؟ امال لو مودريت اماونت اوف اسايتس؟ شيفتنج دانس. امال لو تنس اسايتس؟ ترانسميتد سيريل ميسو. ممكن رينال فيلير طبعا يعني. بصوا يا الكبده لو باظت الكلاوي تبوظ. اشمعنى؟ اصل هو السم اللي بيجي من الجي اي تي ده بيبوظوا الكبده. لو الكبده باظت السم يطلع من الجي اي تي على الكلاوي على طول. يقوم الكلاوي تتسمم وتموت هي كمان. عشان كده لو تلاحظوا حتى الانسان يعرف الحكايه دي، الحله اللي بنعملها في العيد يا اولاد الصبح هي كبده وكلاوي مع بعض. الحله دي اسمها هيباتو. الحله ده يا اولاد اسمها هيباتو رينال فيلير. عايز اسالكم سؤال، هو الجندس خطر؟ ليه؟ عايز اسالكم سؤال، مش في واحد، مش في الجنس الاصفر؟
واحد بقى لونه اصفريكا انت قلقان ليه يعني؟ هو ليه ولاد جندس خطر؟ جندس ده ولاد يعني ليفر سيل فيليا. تعرفين الكبده مبوظ؟ تبوظ الكلاوي. تعرفين الكلاوي مبوظ؟ والكبده بوظ؟ القلب يبوظ. تعرفين البيليروبين؟ والبايل سولتس بتبوظ القلب بتعمل سبريشر اس اي نون. بايل سولتس. والانسان مننا ايه غير كبده وكلاوي وقلب؟ دي حاله واحده. في الحاله بتاعت العيد دي اللي فيها الكبده والكلاوي والقلب دي هي دي كوز اوف ديث في الجنب. لقلبكم كل حاجة موجودة حوالينا بس مين يشوف؟ تعرفين يا ولاد في طالب تسأله كده في اللجنة هو الجندس خطر؟ تلاقيه اتخض. يقول لك الجندس بتموت؟ ليه؟ بتلاقي طالب كده ولاد في اللجنة الدكتور لازم ينفعل لازم ينفعل بقوم بيشتم وده غلط تشتم ليه انت مالك دي له صفر انا يعني سالته واحد عنده اوبستراكتيف جوندس واقف قدامك اخضر العين اصفر كده ومتنيل وانت سالته المرض ده خطر لقيته عمال يفكر سقطه على طول هو لو مش عارف ان المرض ده خطر بلا جاي ليه جاي يضايقني دي له صفر على طول لا تشتم ليه ما تشتمش تشتم ليه هو انسان شاسيه يروح يشوف حاله مين؟ طالب لازم يعرف البورتال هايبرتنشن ده هو البورتال هايبرتنشن خطر؟ بيموت ليه؟ رابشر فيرسز برافو عليكم اللي بدا على طول رابشر فيرسز دي بدايه موفقه ممكن بقى يقول لي اي حاجه تاني رابشر فيرسز بعد كده ليفر سيل فيلير قول لي هايبر سبلينيزم قول لي اي حاجه لكن لازم تبدا برابشر فيرسز لو ما بداش برابشر فيرسز انت مش فاهم حاجه اصلا فاهمين؟ والجندس دي خطر ليه؟ ليفر سيل فيلير وبعدين رينال فيلير وبعدين هارت فيلير ودي حله واحده لكن بدايتك كده لازم ليفر سيل فيلير يعني لو انت داخل لي مش واخد بالك ان الكبده جندس يعني انا طب انا اعمل ايه يعني؟ يا جندس ده كبده حتى بتلاحظوا شبه بعض يعني عصاره صفراويه فاهمين؟ هيباتك انكفالوباسي ميتابوليك الكالوزيس تعرفي الامونيا يا ولاد ما بتتكسرش الليفر ما بعرفش يحول الامونيا ل ليه؟ يوريا هو الليفر بيحول امونيا لايه؟ يوريا سايكل اسمها ايه؟ يوريا سايكل هو انتوا عارفين الكبده الكبده دي ولاد بتعطرد طريق الدم اللي جاي من الجي اي تي تاخد منه الامونيا وتدخلها حاجه اسمها ايه؟ يوريا سايكل صح ولا لا؟ ازاي نعمل انفستيجيشن لحد عنده بورتال هايبرتنشن؟ يعني مثلا ايه؟ نجرب كده يلا قولي لي حد جالك عنده بورتال هايبرتنشن انت عايز تعمل انفستيجيشن ايه؟ للكوز وللديزيز عايز يعني قولي لي الديزيز اللي هو البورتال هايبرتنشن تحب تعمل ايه؟ ليفر فانكشن طيب نقول تاني معلومات هو اللي عنده بورتال هايبرتنشن ده بيجي له ايه؟ فيرس تحب تعملي له ايه؟ اندوسكوب برافو عليك شوف الطب سهل ازاي؟ يعني عيل اللي عنده بورتال هايبرتنشن ده انت خايف عليه من فيرسز او خايفه من فيرسز فتحب تعمل له اندوسكوب شاطر وهيجي له ايه تاني غير فيرسز؟ هيجي له كبت ميدوسا وبايل كبت ميدوسا والبايلز دول يبانوا في الكلينيكال اكزامينيشن لانهم بره يعني كبت ميدوسا والبقين وريكتال فيرس دول بيبانوا في الكلينيكال اكزامينيشن لانهم من بره كويس تحب تسالي تدوري على ايه تاني فيه؟ دينو ميجالي برافو عليك صح ولا لا؟ تحبي تعملي له ايه؟ الترا ساوند هايله برافو عليك تحبي تعملي له منظار تحبي تعملي له الترا ساوند تحبي تعملي له ايه تاني؟ يعني انت لو عملتي له منظار والترا ساوند يبقى انت شفت الفيرسز وشفت الاسبلينو ميجالي
وشفت لو كان عنده هيباتوميجالي، شفت لو كان عنده اسايتس. كويس. تحبي تعملي ايه تاني؟ لاب انفستيجيشن. ليه عايزه تبعتي لاب؟ يعني نفسك ان هو يدفع فلوس للكلينيكال باثولوجي؟ ليفر. تمام. يعني انت عايزه تشوف الكومبليكيشن اللي يكون جاله ليفر سيل فيلير، صح؟ عايزه تعملي له ايه تاني؟ كيدني فانكشن تيست، يوريا وكريات. اشمعنى؟ انت خايفه من الكيدني فانكشن رينال فيلير. يعني انت في الحقيقه بتدوري على كومبليكيشن، خايفه لا يكون دخل في ليفر فيلير، في رينال فيلير. نفسك تعملي له ايه تاني؟ ليه سي بي سي؟ هايبر سبلينيزم، صح؟ عايزه تعملي له ايه تاني؟ الكوز. يعني تحب تعملي يورين اناليسيس، تقول اناليسيس دوري على ايه؟ على بالهارزا الاوفر. تحبي مثلا لو كان ويلسون تشوف السيريولوبلازمين بتاعه وتقيسي الكبر، لو هيموكروماتوزيس تقيسي الاير، دوري على الكوز يعني، صح ولا لا؟ هو في سؤال تاني. انت متخيله لو طالب انا سالته كده تحب تعمل انفستيجيشن ايه اللي عنده الاسفينوميجالي ده؟ فبدا بالكوز، فاول حاجه هيفكر فيها ايه؟ بالهارسيا. فراح قايل لي كده، بقول له عينك اللي عنده الاسفينوميجالي ده تحب تعمل انفستيجيشن ايه؟ قال لي ستول اناليسيز ويورين اناليسيز. او ستول اناليسيز، ليه يا حبيبي ستول اناليسيز؟ ادور على البيض. كويس حبيبي، تحب تعمل له ايه تاني؟ يورين اناليسيز. ليه يا حبيبي يورين اناليسيز؟ هدور على البيض. وبعدين هو بقى انا يعني انا انسان، انا مش هسكت له، ما هو بيحط عليا. فانت كمان قول له ساعات الناس دي يا حبيبي ما بتعديش بيض، تسمع عن الحكايه دي؟ يقول لك ليه انا ما بعديش بيض؟ ده في عارفين ساعات الرقطه بيبقى تخين، حاجه بيقولوا عليها كلوزد ليجن، الرقطه بيبقى فايبروتك تخين، فالدودة عمالة تبيض والبيض ما بيعديش. بيعرفوه ازاي؟ سيرولوجي. بيعملوا حاجة اسمها سيركم اوفال بريسيبيتيشن تيست، أو ياخدوا بايوبسي من الريكتم يصبغوها. في سؤال، هو هيجاوب على الحاجات دي؟ لا مش هيجاوب. اشمعنى؟ ما هو الشاسيه اللي أنا سألته العيان ده تحب تعمل له انفستيجيشن ايه؟ بدأ بالبيض، غالبا هو نفس الشاسيه اللي مش هيجاوب، هو غبي وهو كده، فاهمين يا ولاد؟ عشان كده انت بقى ايه، امسكه في البيض، مش هو جاي بقى معاه كرتونه بيض، سقطه في البيض. بعد ما تسقطه في البيض اساله سؤال، ويحب يروح ولا عايز يكمل؟ بس هو البيض غلط؟ لا مش غلط، بس كل حاجه لها ترتيب. دي اسمها انفستيجيشن اوف ذا كوز. انا عايز انفستيجيشن اوف ذا ديزيز الاول، وبعدين انفستيجيشن اوف ذا ايه؟ اوف ذا كوز. فاهمين هذا؟ لا. فضل الطالب شاطر وبدا بالمنظار والالترا ساوند، نوم ابننا نسيبه؟ انا هساله على طول، تعمل منظار ليه؟ عايزه تعملي منظار عشان تشوف الاسبرين والليفر؟ صباح الفل يا ايه، تشوف الاسوفجاس. عايزه تشوف ايه في الاسوفجاس؟ الفيريسز. برافو عليك. عايز تشوفها ليه؟ انا شايف في ناس ردت رد جميل، قالت لي عايزه اشوف الديجري. دلوقتي هو عارف انه حسيت سؤالين، ايه الديجري؟ السؤال الثاني ليه؟ اصل انت ايه، بص يا اول حاجه، اول حاول قاعده، لما تيجي تتناقش مع انسان لازم تبقى فاهم ان الانسان ده ابوك الانسان. يعني انت بتقول له انا عايز اعمل منظار اشوف الفيريسز، هو هيسالك عايز تشوف الفيريسز ليه؟ تقول له ليه عايز اشوف الفيريسز؟ عشان خاطر احقنها. هيقوم هو يقول لك على فكره احنا ما بنشوف فيريسز ما بنحقنهاش، احنا ما بنحقنش الفيريسز الا لو نزفت دلوقتي او نزفت قبل كده، لكن فيرسز ما نزفتش ما بنحنهاش. قلت له يا سلام، انا مندهش.
يقول لك يعني انت قريت التريتمنت كله ومندهش ان احنا ما بنشوف فيرسز ما بنحيناش. تقول له ايوه والله لسه دلوقتي واخد بالي. فده انسان يعني زي ما انتوا فاهمين. رد عليا الفيرس بنحينا؟ لا. انت بنحم فيرس. لو بتنزف دلوقتي او كانت او نزفت قبل كده. لكن انا الاقي فيرس اقوم حاينها؟ في حد فيكم لو شاف فيرس يحينها؟ ما انا بنحي الفيرس امتى؟ لو بتنزف دلوقتي او ايه؟ او نزفت قبل كده. يا اولاد انا دعيت لكم. انا ليه حاسس ان الطلبه برضه هي نفس الرزوات؟ شك بقى عايزين حجه ما ينفعش حكايه تبقى عمر دي شكلها مش شغال كده. انت قال انت هو لو حد فيكم لقى فيرس يحينها؟ هنا امتى؟ لو نزفت قبل كده او ايه؟ او بتنزف دلوقتي. قلت يا لو شفت حد بيحن فيرس هقتله. ان شاء الله اقول لك بص الفيرس دي امبندنج رابشر. تقول له بص ولا امبندنج رابشر ده ولاد عليها كونتروفيرسي. نحقنها ولا لا؟ وطالما عليها كونتروفيرسي يبقى ايه؟ مش هنحقنها. بعدين بتوع البطنه ليهم كلمه جميله حكمه جميله كده يقول لك نو بليدنج نو تريتمنت. نو بليدنج نو تريتمنت للفيرسز مش للبيشنت. نو بليدنج نو تريتمنت. شوف اولاد اختصروها كده في كلمه وسخه كده ايه صغيره الطالب ما بيفهمهاش يفتكر نو بليدنج نو تريتمنت. حتى الطالب ساعات يقول لك يا ما نزفتش صح؟ تقول له لا. يقول لك نو تريتمنت. قالوا لا عنده نو تريتمنت. قال لك بص مع اني عيني بتاع البطل بقى قصد الفيرسز مش قصد العيان. فاهمين يا راجل؟ لا. امال احنا عايزين نعمل لها جريدنج ليه؟ عشان الفولو اب. شاطره برافو عليك الرد جميل. احنا بنعمل جريدنج وكده عشان الفولو اب عشان خاطر انا ابص على العيان كده يا اولاد الاقي الفيرسز دايليتد. بعد شويه تبقى دايليتد وتورشس. بعد شويه دايليتد وتورشس وكتير قوي. لدرجه ان مفيش سبيسنج بينهم. بعد شويه الاقيها مرشحه احمر حواليها كده. يقولوا شيري ريد سبوت. يقولوا عليها امبيردنج رابشر. دي ثلاثة ودي أربعة. لما الاقي العام في الفولو اب بيديتيريريت يبقى في حاجة لازم اتدخل. لازم اتدخل. فاهمين يا ولاد؟ لازم اتدخل في العلاج. انا عارف ان الناس اللي عنده اسامة خلصوا الهيباتولوجي. فانا عايز اعرف كده بيدخلوا ازاي. يلا يا ولاد العيان اللي عنده اسوفيجيال فيرسز ده بيدخلوا ازاي؟ ايه؟ بشوف الطلبه مش لاقي سؤال هنا. واحد عنده بورتال هايبرتنشن بورتال هايبرتنشن وعنده اسوفيجيال فيرسز جريد 1 نقلت ل 2. ايه؟ ايه بقى السؤال؟ اتدخل ازاي؟ اعالجه ازاي؟ اعالجه ازاي؟ يعني ايه اتدخل؟ اتدخل يعني عالج. ادي السؤال. قول بقى الاجابه. كويس. خلي بالك يا اولاد من الطالب كل الطب الشاطر فيهم قاعد يفكر شويه وقال لك بيتا بلوكر. اشمعنى؟ عشان الطالب يا اولاد بيفكر في الفيرسز بيفكر في البورتال هايبرتنشن مش في العيان. تعرفين لما يكبر شويه الطالب والسكوب بتاعه يوسع يبدا يقول لك واشوف العيان ده بينزل الترعه لسه. لازم نوقف نزوله الترعه. لازم نوقف البلهارسيا. نوقف الكوز. ونعمل له ليفر سبورت. في ليفر سبورت ده اللي هو ايه؟
فيتامين وفيتامين بي لايبوتروبيك فاكتور وعسل نحل وبروتين. ما لو جاله ليفر سيل فيلير مش هشوف البروتين تاني. فعنده بيديله شويه بروتينات بروتين. عارفين ان الفلاحين بيعملوا سبورت نفسهم؟ هو الفلاح ولا بياكل ايه عادة؟ الفلاح بيبقى معاه مشنه كده رايح بيها الغيط فيها ايه؟ فطير وعسل وبيض وجبنه. هو ده الليفر سبورت. تخيلوا هو ده الليفر سبورت. بس تعرفين الفطير ده جلوكوز كربوهيدرات والعسل والبيض ده بروتين وحبه فيتامينات. بيحش له حبه جرجير على طماطمتين وخيارتين وخلاص ادي الليله كلها. هو بيعمل لنفسه ليفر سبورت وتوقف الكوز ونزود بيتا بلوكر. السؤال الجاي وانا بتكلم في التريت من دلوقتي، لا بتكلم في حاجه تانية خالص. هو انت ناوي تقول له اعمل منظار؟ هو هيسالك ليه؟ فانت هتقول له عشان اشوف الفيروسز، فهو هيسالك وعايز يشوفها ليه؟ تقوم انت تقول له عايز اعمل لها جريدنج. يوم يسالك ايه الجريدنج؟ وليه عايز تعمل لها جريدنج؟ عايز كلمه فول اب. عايز كلمه فول اب تهمني. اشمعنى التريتمنت بتاعي يا اولاد على الفول اب في على الجريدنج؟ التريتمنت ديبندنت على الجريدنج. طبعا زمان زمان فروم ذا لاند بياند بياند كانوا بيعملوا بريم سوالو. عارفين بريم سوالو ده ولاد؟ بيشربوا العاني بريم. طبعا ايه الدكتور وليد بيدي شويه اكس رايز كده مع الاناتومي انا قايل له. طبعا انتوا ما خدتوش النظري فالاكس رايز بتبقى رخمه قوي. انا فاهم بس انا عارف انا برضو بعمل ايه. يعني انا بسفتن الداتا عشان لما اجي اشتغل انا النظري تبقى انت ايه في دماغك تخيل. بعد كده ما تيجي تشوفها تاني بقى بعد النظري لا رؤيه تانيه افضل طبعا. فاهمين يا اولاد؟ التعليم يا اولاد محتاج صبر انما النصر صبر ساعه. فاهمين يا اولاد؟ التعليم محتاج صبر شويه انما الطالب اللي بيبقى فاقد صبره ده وبص يقول لك لا 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 ما انت برضو المعلومه مش هتقعد تتحايل عليك تقول لك يعني ربنا يخليك انت بيفتح لي مخي كده يعني اخش كده. ما فيش كده ما فيش كده. انت لازم تصبر يعني. بص يا لو حد بلع بريم البريم ده بتلاقه فيلينج ديفكتس كده ده الاسوفيجيال فيروس. هسال سؤال كده مشاعر الاسوفيجيال فيروس دي تعرفي البريم؟ البريم ده نوع من ايه؟ الصبغه. لو انا سالتك نعمل عن ايه قلت له اعمل له بريم يعني تعمل له حبه صبغه انا اديك ايه؟ هديك على وشك اسمع بريم اسوله. لكن اعمل بريم دي يعني اعمل حمام اعمل باميه اعمل بريم اعمل باميه يعني هي هي مش فارقه. انا اسمع كلمه بريم اسوله بريم ميل اسمع بريم ايه بريم ايه فاهمني؟ لكن ما لقيش طالب يقول لي نعمل له بريم يا معلمي. فاهمين؟ بريم سوالو ده يعني بريم واصور اسفل. على فكره ممكن اصور المعده. يبقى مين؟ اصل الحاجه اللي انت بتحطها هو اللي بتاع الاشعه بيعملها. تقول له اعمل بريم سوالو شربه بريم وصور اسفل جس وقف التصوير. لو قلت له عايز بريم مين؟ يكمل تصوير. فاهمين؟ السؤال الجاي طب الفيروسز حبان فيلينج ديفكت كده لما الاسوفجس يبقى مليان باريوم ولا بوست ايفاكويشن؟ بوست ايفاكويشن. برافو عليكم. بعد ما الباريوم يفضي بيبقى فيه فليكس اوف باريوم كده حوالين الفيروسز بقى قدام الفيروسز فيلينج ديفكتس. في البوست ايفاكويشن فيلم الدكتور وليد وريها لكم. حلو الحمد لله. بيقولوا عليها هاني كومب ابيرنس منظر خليه النحل هاني كومب سوب بابل. شوف انت تحب ايه.
طبعا ممكن نعمل الترا ساوند. شوف الليفر والسبلين. طب في الالترا ساوند في نوع اسمه دوبلكس. الترا ساوند في نوع اسمه دوبلكس بيشوفوا بايه؟ البلاد فيسل. كل حاجه بتتخض، كل حاجه بتتخض. يعني في نوع من السونار اسمه دوبلكس، هو نفس الجهاز، ثم مدور كده الزرار تقلبه دوبلكس. نشوف بقى البورتال فين بقى. العيال اللي عنده بورتال هايبرتنشن ده ممكن يبقى عنده بورتال فين ثرومبوزس نتيجة سلاج سيركيليشن، يوم يعمل بورتال فين ثرومبوزس ويتحول المريض من هيباتيك كوز لبري هيباتيك كوز. الحصه بتاعت قبل اجازه، من هيباتيك كوز لبري هيباتيك كوز. اول ما الاقي فيه بورتال فين ثرومبوز كده يبقى العيان تحول من هيباتيك كوز لبري هيباتيك كوز. والبورتال فين مع البورتال هايبرتنشن بيبقى دايليتد شويه. هو البورتال فين نورمال كام؟ من 7 ل 11 مللي. لو لقيته اكتر من 13 مللي يبقى في بورتال هايبرتنشن. 13 ده رقم نحس. لو لقيت اكتر من 13 مللي يبقى في بورتال ايه؟ هايبرتنشن. اكتب جنب الدوبلكس كده. قد نبه الدكتور عليا وقال لي الاكزامينر هيسالني في الديامتر بتاع البورتال فين بالالترا ساوند، وقال لي ان رقم 13 رقم نحس، وقال لي ان انا هتسال ولو ما جاوبتش الراجل هيبهدلني. وقد حصل. يعني عشان تبقى عارف قبل ما تخش يا اولاد لازم تبقى عارف هتتبهدل فين وليه كده يعني. طب ممكن سيرم البومين بروثرومبين تايم. هي مكتوب عندكم 14 مللي مش كده؟ لا ده سنتي، ده 20 سنتيمتر ووتر. انا بتكلم على الدايمتر. الدايمتر مش البريشر. الدايمتر بتاع البورتال فين مش البريشر، ده حماده وده حماده تاني خالص. الله يخرب بيت سنينكم، انتوا الحاجه عندكم بتخبش في بعض. لا يا طالب بيقول لك انا شفت رقم 20 وانا بذاكر. رقم 20 سنتيمتر ووتر ده البريشر، لما يعلى عن 20 سنتيمتر ووتر يبقى بورتال هايبرتنشن، ده اسمه بريشر. بريشر. لكن انا بتكلم دلوقتي على بورتال فين، كاليبر بتاع بورتال فين. فور ذا كوز بقى نعمل البيض بقى، يورين اناليسيس، سيجمويدوسكوب. هو السيجمويدوسكوب ده منظار على ايه يا سيجموي كولون؟ مين السيجموي كولون ده؟ اللي هو البلفي كولون. بلفي كولون ده اسمه سيجموي كولون. والطلبه بتكلم مع بعض في ايه؟ بتكلم في ايه يا ريت اهو؟ ايه؟ حاجه كانت هنا؟ قلتها له؟ وانت موافق؟ والله متفق على الواحد. يعني نعمل سيجمويدوسكوب. ساعات الاقي البلفيك كولوم ملتهب وفيه بوليبس وناخد منه بايوبسي. بوليب يقولوا عليها بالهارزر بوليباي. البوليب ده اولاد يقولوا عليها بالهارزر بوليباي. ممكن ناخد بايوبسي. سيستوسكوبي وناخد بايوبسي. اسمع ان البيض في الريكتوم وبيض في اليورينري بلادر وكده. يلا قولوا لي لو في بيضه بيض اتحشر في الريكتوم او اليورينري بلادر هيعمل ايه في العيان؟ يعني ده ريكتوم او بيض كولون وده يورينري بلادر وبعدين بقى فيهم بيض يعني. انت كيورينري بلادر
لو اتحشر فيك بيضه هتعمل ايه؟ هيحصل اريتيشن، تقوم تلقي ايه؟ تلتهب وتبقى كنجي ايه؟ كونجستد. برافو عليك. يعني انا اسالك سؤال يا ولد، مش البيضه دي بشوكه؟ انت لو واحد غزك بشوكه كده انت هتعمل ايه؟ اي يعني هو ده اسمه التهابات، وانا عملتها كده انت قلت لا ايه ده اسمه ايه؟ التهابات بس بالانجليزي، فاهمين يا ولد؟ يوم يحصل بروكتايتس ستايتس، التهابات بس بالانجليزي يعني. وبعدين يحصل ايه بعد كده؟ التهابات دي بتعمل نقط تشو جرانيوليشن تشو. يا رب يا رب معين دعت له التهابات يا اولاد دي بتعمل نقط تشو، نقط تشو دي اسمها جرانيوليشن تشو. جرانيوليشن تشو دي بعد شويه تعمل ايه؟ تعمل بوليف، تعمل تيوبركل وبعدين بوليب. تيوبركل ده وهي صغيره، بعدها لما تكبر شويه تعمل بوليب. بوليب ده بتبقى سيسايل او بدنكيليتد. لو انا خدت بايوبسي من البوليب دي هلاقيها عباره عن ايه؟ جريشن تشو جواها ايه؟ اوفا. بلاش بيضه دي، لا بيقولوا ايج في الامتحان. يقول لك بتشوف ايه؟ يقول لك بشوف الايج، الاكس. والايج دي عند البقاله يا اولاد، في منه مسلوق في منه مقلي، ده قصه ثانيه. يعني بشوف الجرانيشن تشو جواها الاوفا، شوف الجرانيشن تشو جواها الاوفا، مش كده بناخد بايوبسي؟ فاهمين ولا لا؟ هو البيض لما يروح الريكتم او الريا بلادر بيعمل ايه؟ تبات. تبات دي ايه تشو؟ بعدين الجرانيشن تشو ده يعمل تيوبركل، يعمل بوليب. فاهمين هذا؟ لا. يعمل بيضه لونها ايه؟ تصدق اللون البني ده مش موجود خالص. في بيض ازرق وبيض احمر. شم النسيم. برافو عليك. لسه كنت هقول يا ولد. في بيض ازرق وبيض احمر، مين الاحلى؟ الاحمر. بس البيضه الحمراء طازه. لكن البيضه الزرقاء دي بتبقى مششه مركونه. مش كده؟ اما نلاقي بيض احمر يبقى فيه دود لسه بيبيض. بيض ازرق ممكن يبقى باست هيستوري اوف بالهارزيز. ايه حتى الواد ده قال شم النسيم. طبعا ممكن تلاقي طالب راح كاتب كده بالعربي، والبايوبسي ممكن يكون فيه بيض ازرق وبيض احمر، والبيض الاحمر احلى من البيض الازرق. البيض الاحمر بيض طازه، لكن البيض الازرق بيض مركون. ويكتب مين يعرف؟ يمكن تشلك لجنه، محدش عارف الزمن في ايه. الراجل بيبقى في ايده 70 درجه وواقف، واقف على منابع النيل. ممكن ليله زي ليله شم النسيم دي تلاقيه بيقول لك برافو برافو. طبعا هو بيقول لك برافو ليه؟ اصل انت ما حدش هيفتكر الكلام ده اصلا. انا بعد ما اقوله ايه اللي هيحصل؟ هيروح مع اللي راح. الا من رحم ربي. طالب او اتنين اولاد هم اللي بيفضل فيهم الرمق. فاهمين يا اولاد؟ الباقي بيفضل محافظ على مستواه. يقول لك انا بيض. لا ايش دعوه انا بالبيض؟ البيض ده يعني ايه؟ مش موضوع. وفي طلبه اولاد والله جوه اللاج ده، واحد عنده بس بنيو ميجري، تعمل له انفستيجيشن ايه؟ يتخض. ما تفهمش بيتخض ليه؟ هو دي حاله بس بنيو ميجري، هو متوقع مني ان انا اساله اقول له ايه؟ طب اساله اقول له ايه؟ ما لازم اساله بتعمل انفستيجيشن ايه؟ افرض اتخض، اديله على وشه ومشيه. فاهمين؟ مش مهم. هو العيان اللي عنده هايبر ستلينيزم ده بيعرفوه بايه؟ سي بي سي لاقي بان سايتوبينيا. برافو عليك. معلش هو مش قله ثقه، هو الار بي سيز عددها كام؟ 5.5 5.5 مليون. ده ايه؟ كيوبيك مليمتر. امال الواي بلاد سيل عددها كام؟ من 4 ل 11 ايه؟ 1000. ده ايه؟ يوبيك مليمتر. تمام. امال البليتلت 250 لغايه 400 ايه؟ 1000 بالكيوبيك مليمتر. مين يا حبايبي ما يعرفش سي بي سي؟
مين ماشي في الشارع ما يعرفش ار بي سيز، كرات حمراء وكرات بيضاء وصفايح دمويه، عارف سي بي سي وماشي ومعاك كارنيه. اللي ما يعرفش يكتب ويكتب كده تحتها عيب، اتلم مني. عشان الراجل لو سالك اولاد في السي بي سي ما جاوبتش، هو هيبقى عنده سؤال انجحك ليه؟ الكلام ده عدى عليك في الهيستولوجي والفيسيولوجي والباثولوجي والاطفال وانت بتقاوم كل ده ليه يعني؟ طب انا انجحك ليه؟ عشان ايه؟ وبعدين انتوا خدتوا بالكم ان في زمايلكم عارفين؟ وانت قاعد كده زي كوز الذره؟ جرب كده. يلا دكتور قولي لي الار بي سيز عددها كام؟ مليون. طب بير كيوبيك ام ال؟ كيوبيك سي سي او كيوبيك ام ال. طب والار بي سيز؟ ايه؟ الار بي سي الوايت بلاد سيلز من 4 ل 11 بليتلت من 200 لغايه. تسقف للدكتور يا اولاد لانها هايله وعارفه سي سي، وبالتالي لما اسالها في هايبر سبلينزم هتجاوب يعني، طالما عارفه دي ما سالت في الهايبر سبلينزم هتجاوب. السؤال الجاي، طب لو لقيت حد عنده هايبر سبلينزم عايز تكونفيرم بقى هو ده ابلاستيك انيميا ولا هايبر سبلينزم؟ انا مبسوط جدا طبعا من الواد الواد ديزل ده جميل رد قال لي بنفس السي بي سي ابص على الريتيكلوسايت، لو لقيت الريتيكلوسايتس عاليه يبقى العيان ده فعلا الار بي سيز بتتاكل، والبوم مارو بيرمي الار بي سيز وهي لسه اماتيور. وبرده في ناس ثانيه جاوبت اجابه جميله قالوا لي على طول ناخد بوم مارو بانكشر. بلاستيك انيميا سيلولار، هايبر سبلينيزم هايبر سيلولار. ما بين السي بي سي وما بين البوم مارو بانكشر الموضوع بيتحل. ممكن حاجه ثانيه بعمل ار بي سيز مشعه، بحقن ار بي سيز مشعه يعني ار بي سيز كده ولاد عليها كروميان مشعه، واشوف معدلات التكسير. المفروض تتكسر في الاسبرين وفي الليفر، لو معدلات التكسير في الطحال اكتر من ضعف الليفر يبقى في هايبر سبلينيزم، لو معدلات التكسير في الاسبرين اكتر من ضعف الليفر يبقى في هايبر سبلينيزم. هو الليفر بيكسر ار بي سي؟ ما ريتيكلو اندوثيليال سيستم الليفر بيكسر ار بي سي والاسبرين بيكسر ار بي سي. الاسبرين اكتر شويه من الليفر لكن ما يزيدش عن ضعف الليفر، لو زاد عن ضعف الليفر يبقى في هايبر سبلينز، لو زاد عن ضعف الليفر يبقى في هايبر سبلينز. هو انا بشوف الار بي سيز ليه؟ عشان الار بي سيز اللي احنا قايلينها دي مشعه عليها ايه؟ كروميون. طب بشوفها بايه؟ بالجاما كاميرا اللي هي عداد جايجر، اما الاقيها بتتكسر في الليفر وفي الاسبرين امتى اقول هايبر سبلينيزم؟ لو معدلات التكسير في الاسبرين اكتر من الليفر اكتر من مرتين الليفر. كلام واضح ولا لا؟ بعرف بسي بي سي بوم مارو بانكشر ايزوتوبي سكاننج كروميوم مشع، ار بي سيز بكروميوم مشع، سي بي سي بوم مارو بانكشر بتابع تكسير الار بي سيز بار بي سيز مشع. واضحه ولا لا؟ مين مش فاهم؟ انفستيجيشن دي اول حاجه تهمني جامد جدا، جامد انفستيجيشن دي مهمه قوي عندي. شايف ده كان راجل عيل قسم الناس لتلاتة جروبس، ناس كده دول تشايلد ايه، وناس كده دول تشايلد سي، وناس كده دول تشايلد بي. السؤال الجاي، طب وتشايلد كلاسيفيكيشن دي مهمة؟ اعتقد ان جات لهم سؤال ريتن في البطنة،
جاء لهم تشايلد باك كلاسيفيكيشن بس سؤال بطنه بخمس درجات يعني. لو انت مش محتاج درجاتك في البطنه حاجه ولا في الجراحه سواء انت هتخش تقفل تجيب سندوتش كفته وكوبايه شاي وتقفل على نفسك وتقعد مع تشايلد شويه ومطلع الحمارة الألماني وشغال عليها. فاهمين؟ السؤال الجاي ازاي اعالج حد عنده بورتال هايبرتنشن؟ بصراحة من وسط الليلة دي يهمني تريتمنت اوف اكتيف بليدنج من اسوفيجيال فيرس. ده سؤال رتر. من وسط الليلة دي يهمني تريتمنت اوف اكتيف بليدنج من اسوفيجيال فيرس. عايز اجرب حاجه كده ريسبونس. يلا ازاي تعالج واحد عنده اكتيف بليدنج من اسوفيجيال فيرس؟ بس العيال ردت قالت لي ستوب اند ريبليس اجل. العيال بقى اللي قعدت تقول لي انشكشن انشكشن. بس انا مش معترض ان انجكشن صح، انا معترض على حاجه ثانيه الفكر بس سيستم. هنقعد بقى نتشقلب ونقول كلام كتير قوي بس هو في الاخر بيندرج تحت عنوانين ستوب اند ريبليس. لو ما انتش الفكره مش وارده في دماغك هو مفيش فايده اصلا. السؤال الجاي هستوب ولا ريبليس؟ الاول الاثنين هاند باي هاند. هاو تو ريبليس؟ ريسستيشن راي لاين كاديتر فلويد رينجر لاكتيت. ممكن يحضر له دم بلازما فريش فروزن بلازما فريش بلاد. اللي عنده افضل ياخد حاجاته كلها فريش عشان يبقى فيها كلوتنج فاكتورز. فريش بلاد وفريش فروزن بلازما عشان يبقى فيها كلوتنج فاكتورز والبليتلتس. العيال محتاج بليتلتس ومحتاج بلوكينج فاكتورز. وخلي بالكوا الدم المخزون ده يا ولاد، الدم المخزون ده مش حلو، فيه امونيا والعيان مش عايز امونيا، وفي بوتاسيوم عالي والعيان مش عايز البوتاسيوم العالي. فاهمين يا ولاد؟ فالعيان ده الافضل ان ياخد حاجاته فريش، فريش بلاد فريش فروزن بلازما. طبعا الكلام ده بالنسبه لكم كلام حقير، انتوا واخدين تروماتولوجي. يعني الطالب دلوقتي وانا بكلمه، لا الطالب يقول لي لو هو مش شوكد قوي احط له رايل ولاين وكاثيتر ثلاث انابيب، انما لو شوكد قوي بيتحط له ست انابيب رايل ولاين وكاثيتر وسنترال لاين وارتريال لاين وسوان جنز كاثيتر احيانا. يا لهوي عليك مش طبيعي. بعدين تقول لي هدي له ايه محاليل، تقول لي هو كلاس كام؟ كلاس واحد بيبقى ايه؟ ثانك يو. كلاس 2 رينجر لاكتيت. كلاس 3 2 لتر رينجر لاكتيت وهضل له دم، ادي له دم ادي اللص. باب الترماتولوجي. اما انا ما اقدرش ولا اكلمك في حاجه زي كده، انتوا مستواكم مش طبيعي اصلا. السؤال الجاي امال ايه ستوب ده؟ واول حاجه نعملها في الجديد ايه؟ كومبريشن. طب في مشكله عندنا؟ ايه هي؟ انا واقف بره والفيرسز بتنزف جوه، اقوم اعمل ايه؟ بدخل رايل فيها بالونه. وبعد ما دخل الرايل اللي فيها البالونه دي او نفخ البالونه، يوم البالونه ضغط على الفيرس موقفاه. الرايل المبالونه دي اسمها ايه؟ شمس خمن متاخد اسود بزياده. سانجستيكن اند بلاك مور. سان شمس، جس خمن، تيكن متاخد، بلاك مور اسود قوي او اسود بزياده. الاحدث منها يا اولاد، الاحدث منها اسمها مينيسوتا تيوب.
وفي واحدة أحدث اسمها لينتون ناكلاس. زي إيه كده؟ زي اللاتة والعزة وهبل. الناس بتحط عليك يعني. تعالوا نفهم كده يا ولاد. مهتمين بالأسماء صح؟ اسم عربي أحمد. اسمع بالعربي شمس خمم متاخد اسود بزيادة. وصلت؟ هحكي لكم على سانجستيكن ده. حاجة زي رايل كده فيها بالونة، ندخل بالونة منفوخة ولا فاضية؟ ليه فاضية؟ عشان تعدي. في الأول ننفخ البلالين نطمن إنها سليمة، لأن دي بتتصنع في مصر. فالأول تطمن على البلالين قبل ما تدخل أبوك. تنفخ البلالين تطمن إنها مش مفضية أو مش مفسية ولا مخرومة ولا أي حاجة خالص. بعدين تفضي البلالين وتبن لها لوبريكانت. وبعدين ندخلها من المناخير أو من البق. في ناس تحب تدخلها من المناخير. تقول لك عشان العام بعد كده هيتشنج، هيجي له انكفالوباسي ويتشنج، فلو دخلتها من بقه ممكن يقض عليها. وفي ناس تقول لك لا بلاش تدخلها من مناخيره عشان ما بوظش الكونكي بتاعت النوز. اصل انا عارف النوز دي يا ولاد، في ناس فاهمه ان النوز دي فاضيه يعني. دخل هوا. النوز دي يا ولاد فيها من جوه تعرجات كده اسمها كونكي. يعني ايه كونكي؟ يعني ودعة. كونكي دي يعني ودعة. مش الودعة دي بتبقى ملولوة كده. تعرفين ليه ربنا خلق كونكي في المناخير؟ في كم واحدة طيب؟ ثلاثة. عارفين ليه ولا؟ مصدات. عارفين مصدات الموج؟ الموج مش يتخبط في الصدادة كده يهدى؟ فالهواء وأنت بتاخد نفس يوم خبط في الصدادات تك 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 يوم يهدي. عشان هو ده على بال ما يخش الرئة كده يتدفى ويتظبط الهيوميديتي بتاعته والتمبريتشر. وربنا يحط حتى الشم فين؟ فوق خالص. ليه؟ على بال ما الهواء يهدى عشان يركض شويه نشم، وعشان الخلايا بتاعت الشم تبقى بالشقلوب كده عشان السكريشن يدوب فيها الحاجه وتقع، يدوب فيها الحاجه وتقع فتستقبل اللي جاي بعد كده. حاجه المناخير دي الواحد وهو بيقراها يا لهو على الخل. كانت جميلة مش كانت عاجباكم؟ كانت حلوة. تعرفين يا ولاد احنا بندخل القرايل دي من النوز او من البق لغاية ندككها بقى كده يا ولاد. في ناس مناخير وناس بق، ده رزق. انت هتقع في اكزامينر بقى مناخير ولا بق، ده رزقك. يعني ابدا من المناخير مثلا. قول له بندخلها من المناخير. قال لك ايه؟ من المناخير. تقول له بس حضرتك بتبوظ الكونكي فممكن يدخلها من البق افضل. افضل. افرض لقيته بيضحك. خلاص ادينا مكملين. فاهماني؟ افرض بديت من البق. قال لك من البق؟ قول له يا فندم بس من البق يعني مش حلو قوي لانه ممكن يقض عليها. فعشان كده بنفضل ندخلها من المناخير. يعني انت ابدا بواحده وشوفه لو اتضايق غير ذمتك وانت واقف. يعني هو البق ابن اختك ولا المناخير ابن اختك؟ ما تغير ذمتك يلا. فاهماني؟ وندخلها لغايه ما توصل بقى المعده. اول ما توصل المعده كده واحد يسالك تعرف ازاي؟ تعرف ازاي انها وصلت المعده؟ اشفط يطلع ايه؟ يطلع بلاد. واحد بيرجع دم. وانا ده اتشفطت هيطلع ايه؟ هيطلع بترول؟ هيطلع دم. من الاد؟ او احقن وحط السماعه هنا تسمع ايه؟ بقليل لعل اللي بتحشش على القهوه. تسمع بقليل الشيشة. فاهمين يا ولاد؟ يعني ممكن تشفط ممكن تحن. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده كله شفوي مالوش دعوه بالريتن خالص ولا يقرب للريتن. يعني الريتن بنقول له بنركب سانجستيكن اند بلاك مور بس. ما تقعدش بقى تقول له ممكن يدخلها من المناخير وممكن يدخلها من البق، انت هتصعب. ما هو ما فيش وقت كده. هو مش بيقول لك ازاي تركب سانجستيكن تيوب، لكن جوه بقى مع وانت بتتكلم في اللونجايه الكلام اخد وعطى.
انت بتقول له بركب سانجستيكن تيوب، هقول لك برافو. بتركب ازاي؟ فاهمين؟ فاحنا هندكك الانبوبه، وبعد ما ندكك الانبوبه اقوم نافخ الجاستريك بالون، انفخها بحوالي 350 ام ال هواء او سلاين. وبعدين اشدها. ليه ولا بشدها ليه؟ تعشق في ايه؟ يعني انفخ الجاستريك بالون عشان تعشق في الوسيط. انو فيرس؟ الفاندنج فيرس، عشان تضغط على الفاندنج فيرسز اجينست الدافراج. هشدها يقوم البالونه تضغط في الدافراج، يقوم الفاندنج فيرسز دي تبقى كومبريست. فاهمين يا ولاد؟ وبعدين اقوم نافخ الاسوفيجيال بالون عشان تضغط على الاسوفيجيال ايه؟ فيرس. ننفخ الاسوفيجيال بالون لغايه بريشر كده يجي 40 مليمتر مركب. الاسوفيجاس الاستومك واسعه، يعني اقدر انفخ ما جراش حاجه، بتاخد اسوفيجاس ضيق، فلازم انفخه على مانومتري. فاهمين يا ولاد؟ لانه ضيق، لو ثبتت الحجم ممكن في واحد الاسوفجاس في واحد يبقى صغير، وفي واحد تاني الاسوفجاس بتاعه ايه؟ كبير. الاسوفجاس ضيق فممكن يفرقع منه، عشان كده بننفخه على مانومتري. والانبوبه اسمها ايه؟ سانجستيكن اند ايه؟ بلاك مول. بص يا ولاد، بندخلها منين؟ يا من المناخير يا من البق، لغايه ما تخش فين؟ المعده. بنعرف ازاي انها دخلت في المعده؟ اسحب او احن هواء. بعد ما اطمن انها دخلت المعده انفخ الجاستريك بالون واشدها، وبعدين انفخ الاسوفجيال ايه؟ بالون. بص يا ولاد، بعد ما تشدها ما تسيبش، اصل انت لو سبت الفاندك فيرس هتخر، لازم تفضل مشدوده. فبننفخ ال بنربط السانجستيكن دي برابطه شاش واعديها على بكره واحط فيها تقيله، عشان ما انا مش هفضل شادد كده، انا ورايا حاجات عايز اعملها، مش هفضل شده كده واقف. فبقوم رابط القسطره دي كده برباط شاش واعديها على بكره واحط فيها تقل. تقل قد ايه؟ كيلو. ليه مش 60 كيلو؟ عشان ممكن تلاقي العين طالع والطول اللي نازل، هو كيلو واحد كفايه. فاهمين يا ولاد؟ تمنتين التراكشن عشان تفضل البالونه ضغط على الفيرس. واضحه ولا لا؟ يلا دكتوره قولي لي ازاي تركبي سانجستيكن تيوب. لا دكتوره اللي ورا، يا اما مناخير من بقه. وبعدين بندخلها لغايه المعده، تعرف ازاي في المعده؟ بتبقلل. برافو عليك، تمام. وبعدين بعد ما تدخليها جوه تعمل ايه؟ ايه؟ البالونه بتتنفخ. اه تنفخي مين الاول؟ تنفخي مين الاول؟ جاستريك بالون ولا الاسوفيجيال بالون؟ جاستريك بالون. برافو عليك. تنفخها قد ايه؟ 350 ميل سلاين او هوا. انت طب شوفي غشي، 350 ميل سلاين او هوا. وبعدين شدها عشان البالونه تضغط الفيرسز على الدفراج. وبعدين بثبتها بحاجة ايه؟ حاجة سخنة؟ بثبتها بحاجة ايه؟ بربطها برباط شاش واعديها على بكرة تقوم تتشد. تحبي تنفخي الاسوفجيال بالون؟
تحب تنفخ الاسوفجيال بالون؟ مش عارفة براحتك يعني. يعني لو تحب انت تنفخ الاسوفجيال بالون انفخ، مش عايز بلاش. بننفخ الاسوفجيال بالون يا عروسة لغاية البريشر 40 مليمتر مركب. تاخدين بالك ولاد الطالب بيبعت في الحصة عامل ازاي؟ يقول لك بص انا اخد حبة واسيب له حبة. يعني انا هبقى سعيد جدا ما احفظ ان احنا بندخل سانج ستيك ونقول له ندخلها من المناخير او من البق، يقول لك وبعدين؟ قول له بعدين ايه؟ بعدين وقف الدم. عشان كده يا اولاد انا احب الريتن عن الشفوي. الريتن برضه بيستر. اديك بتكتب له هو هيعمل ايه؟ وبعدين مفيش وقت. فالريتن قشطه مفيش وقت. انا بركب له بقول له بس ان احنا بنركب سانج ستيكن اند بلاك مور او مينيسوتا تيوب واجري. خلاص ما هو ما مش هيقول لي تركب ازاي اسقط، لو كتبت كل ده اسقط. انما الشفا اولاد في مشكله، الكلينيكال ده في مشكله، يقعد يتكلم معايا فممكن يضايقني، ممكن اضايقه بقى، واحد فينا يضايق التاني، يعرف يضايق التاني، فاهمين؟ السؤال الجاي، طب واحنا اولاد بعد ما بننفخ البلالين كده بنسيبها منفوخه؟ طب ازاي اسيب الاسوفجس مسدود كده؟ يعني بننفخ الاسوفجيال بالون واحنا موصلينه بمانومتر لغايه ما اوصل 40 مليمتر مركر واوقف النفخه عشان الاسوفجس ما يفرقعش. فهمت؟ ماشي عمود، رد بقى عليا السؤال الجاي. واحنا بعد ما ننفخ البالين دي بنسيبها منفوخه، ازاي اسيب الاسوفجس مسدود كده؟ دي مصيبه. واحد قال لي ليه يعني؟ هو لازم حبكة ياكل دلوقتي؟ واحد اشوف صاحبه، لا لا عشان كده ما احبش تجاوبوا على بعض. هو قال لي وايه يعني ما الاسوفجس؟ يعني لازم ياكل دلوقتي بيرجع دم، خلاص؟ قام صاحبه قال له اعمل له جاستروستومي. يعني طالما فكر في الاكل بس. تعرفين السلايفا بتاعتنا اولاد هتموته، هيغرق في السلايفا، هو مش عارف يبلع ريقه. تعرفين السلايفا دي قد ايه؟ لتر يا اولاد، لتر. يعني لو حد تف على حد يغرقه. تعرفين انت ممكن تطلب اعاده تصحيح ورقتك، بس انا ما انصحكش، هتلاقيها مليانه تفافه. فضلت تف عليها وبيض الضيف هتلاقيها بايشه خالص. تعرفين السلايفا يا اولاد دي لتر، لتر ده كتير، لتر ده كتير، هتغرق. هو الطالب يا اولاد يسد الاسوفجس؟ ايوه يسده. بص قول للطالب كده وننفخ البالونه نسد الاسوفجس. متضايق؟ طب انت لو اتضايقت تتضايق ليه؟ عشان مش حياتك. السلايفا دي يا اولاد مش ولا ايه؟ هو السلايفا قد ايه؟ لتر، لتر. يعني لو حد تف على حد ايه؟ يغرقه. قامت جامعه مينيسوتا اضافت فتحه في الانبوبه دي الاسبيريشن بتاع السلايفا وسموها مينيسوتا تيوب. بس الانبوبه دي الحقيقه مش انبوبه واحده، دول اربعه ببعض زي سلك التليفون كده، اربع انابيب رفيعين في بعض كده، فيها فتحه للاسبيريشن بتاع البلاد وفتحه للاسبيريشن بتاع السلايفا وفتحه انفخ منها الجاستريك بالون وفتحه انفخ منها السوفجيال بالون. يعني سانج ستيكن تيوب بثلاثه، مينيسوتا باربعه. سانج ستيكن تيوب بثلاث خروم لكن مينيسوتا باربعه. معلش يا ولاد انا طولت عليكم شويه في الانبوبه. على فكره الانبوبه دي حلوه قوي، توقف الدم في 85% من الحالات، بس لما بنفضي الانابيب، لما بنفضي البلالين 50% بيرجعوا ينزفوا تاني. عشان كده الافضل الانجكشن،
البالونه دي اولاد تمبوراري مانوفر، البالونه دي تمبوراري مانوفر. الافضل الانجكشن، البالونه دي اولاد تمبوراري مانوفر. انا لسه هرتب الداتا، انا بس عايز احط كده خطوط عريضه يعني. اول حاجه وي ستوب اند ريبليس، واتكلمنا بقين كده في الريبليسمنت، واتكلمنا تو ستوب بحاجتين، البالونه والانجكشن. عارفين الانجكشن ولا لا؟ انجكشن سكليروثيرابي بنحن بايه؟ ما بقولش بنحن ايه، بقول بنحن بايه؟ بالمنظار. والمنظار ممكن يخش منه ابره؟ ابره طويله، مش عارف انا حاطط لها صوره ولا لا. حاطط لها صوره للفيريسز وللمنظار وللابره. بنحن بابره تخينه ولا ابره رفيعه؟ طبعا انت بتحن ايه؟ ساعات بيحقنوا حاجه اسمها ايثانولامين اولييت، دي ماده زيتيه عايزه ابره تخينه. ساعات يحقنوا حاجه اسمها باكريليت، بكر متاخر باكريليت. مش هي شمس خام متاخد اسود بزياده؟ يبقى الماده اللي بنحينها ايه؟ باكريليت. فاهمين يا ولاد؟ مين احلى؟ مين احلى يا ولاد؟ باكريليت. اشمعنى؟ ماشي مع سانجستيكن. بيقول لي ماشيه مع سانجستيكن، يعني كله بالعربي. تعرفين احنا ساعات لما نيجي نحن الفندق فيرسز نت المنظار كده، نعمل حاجة اسمها جي مانوفر، يعني انت المنظار كده. فلما بيجوا يتنوه كده بيبقوا عايزين ابرة رفيعة مرنة، عشان كده الابرة الرفيعة بتاعت الباكريليت احلى، بنعرف نحن بينها الفندق فيرسز، بنعرف نحن بيها الفندق فيرسز. ممكن نحن انترا فاريسيال او بارا فاريسيال، يعني نحن جوه الفيرسز او حوالين الفيرسز. وممكن نحن انترا فاريسيال وبارا فاريسيال، يعني هو امتى اولاد لازم احن انترا فاريسيال؟ ما ينفعش احن بارا فاريسيال. مين الفيرسز اللي خدناها اللي لازم نحقنها انترا فاريسيال مش بارا فاريسيال؟ فاريكوز فين اوف ذا لور لمب، شاطره ليه؟ لا، عشان خاطر لو المادة الكاوية خرجت بره الوريد تعمل نكروزس للجلد وتعمل ألسر أو فايبروز، تخلي شكل الرجل وحشة. إنما الأسوفيجيال فيرسز، لا، الأسوفيجيال فيرسز مش مهم الشكل. يعني صعب واحدة مثلا تحنها الدوال اللي في الأسوفيجاس تيجي تقول لك يا دكتور أنا زعلانة منك قوي، لا أنا الأسوفيجاس بتاعي مكرمش وأصحابي بيعيروني. عشان كده في الاسوفجاس هنحن انترا فارسيال او برا فارسيال او بوث، لكن الاسوفجيال فارسيال، الاسوفجيال فارسيال، الفاريكوز فين في اللور ليمب لازم انترا فارسيال، لازم انترا فارسيال. فاهمين ولا لا؟ يلا ولاد، وانا كلمتكم شويه عن الانجكشن صح؟ عيب الانجكشن ايه؟ ان انا بحقن وانا مش حاسس. يعني ايه؟ يعني انتوا عارفين بنات لما تيجي تقور بتنجان بتقورها ازاي؟ تحط البتنجان على ايديها كده وتحط الصنب على الفندس بتاع البتنجانه، وبعدين تدخل المقوار وتقعد تعمل كده لغايه ما تحس بايه؟ جريتي سنسيشن، تقوم واقفه التقوير صح؟ لو ما عملتش كده ايه اللي يحصل؟ المقوار يخرم البتنجانه الملحوظه. لازم نحس بالحاجه، لازم نحس بالحاجه اللي بنقورها او بنخرمها. طب افرض ما انتش حاسس؟ تعرفين الراجل اللي بيحن بالمنظار ده ولاد مش حاسس الاسوفجس، ده هو بيغزه كده ويحن، فممكن الابره تخرج بره الاسوفجس.
يقوم حاقن ايثانولامين اوليت في القلب. تعرفين القلب قدام الاسوفجس؟ تعرفين ان في حاجه اسمها ترانس اسوفيجيال ايكو؟ انا عايزك تتخيل ايثانولامين اوليت في القلب. ده خطر؟ قولوا لي قعد. شويه حب في القلب بيبهدلوا الانسان، فما بالك بايثانولامين اوليت في القلب؟ شكله فيتا. فاهمين يا ولاد؟ طبعا القلب لو الاسوفجس لو حقنت فيه ايثانولامين اوليت كتير يعمل ستريتشر فايبروزيس، ممكن تحم في القلب يعمل اريزميا وميدياستاينايتس. خطر الحقن يا ولاد. مين جدع يسمع عن حاجه بدا يعملوها بدل الحقن؟ باند لايجيشن. برافو عليك. بيعملوها ازاي ده يا ولاد؟ بيربطوا على الفيروسز، يشد الفيروسز كده وبعدين شوف الولد بيقول لي كلام جميل، قال لي يشفط وبعدين يربط. يشفط يعني يشد الفيروسز بعدين يحط عليها كليبس. في البنات لما تيجي تعمل دول حصان ومحطه التوكه كده صح؟ وبعدين تقوم مدخله التوكه في شعرها ومشده شعرها وبعدين تسيب التوكه تقوم قافله صح؟ احنا بنعمل نفس الحكايه. انتروديوسر عليه توكه. انا حاطط شايف مصوره لكم في الصفحه اللي جنبه. التوكه لونها ايه؟ ازرق. شايفينها؟ وبعدين شوف الولا ديزل وهو بيقول لك اشفط اشفطها اشفطها يعني بنشدها. وبعدين نقوم ايه سايبين الطوق. يوم الطوق عامل ايه؟ قافش على الفيروس. فما فيهاش فكره الميدياستاينايتس، ما فيهاش فكره ان احنا نحقن في القلب. بس هو فيها عيب. عايزه فيروسز كبيره. ليه؟ عشان الطوق يقفش عليها. يعني لو بنت مثلا شعرها قصير كده وحابه تعمل ديل حصان، هيبقى ديل حصان؟ هيبقى ديل ارنب او ديل كده يعني. هيوقع التوكه، هيوقع التوكه. عشان كده ساعات تضطر نعمل بند وانجكشن يعني. يعني ممكن نعمل بند لايجيشن، ممكن نعمل انجكشن. تعرفين يا اولاد ممكن تستوب اند ريبليس والعيان يموت. ليه؟ عشان انت سبت الدم اللي في الجي اي تي فالايكولاي اشتغلت عليه فحولته الى امونيا، فالامونيا امتصت في الدم فراحت المخ لان الليفر ما عرفش يحول الامونيا ليوريا، فراح عامل انكفالوباسي والعيان مات. يا واحدة يا هياكلنا طول الوقت ستوب اند ريبليس. في الرابشر فيرسز ستوب اند ريبليس والدم اللي في جاي تي. فاهمين الهياكل هنا يا ولاد؟ يعني طول الوقت احنا هياكلنا ستوب اند ريبليس. هياكلنا في الرابشر فيرسز ستوب اند ريبليس ونتعامل مع الدم اللي في جاي تي. يلا اولاد اتعاملوا مع الدم اللي في الجي اي تي كده. هنشفطه من فوق بايه؟ بالرايل. واشفطه من تحت بايه؟ بانما. ساعات الشفط من فوق والشفط من تحت يبقى مش كفايه، فبنحاول نموت البكتيريا بلاكتيلوز ونيومايسيس. مين فيكم يسمع عن نيومايسيس؟ سمع عن نيومايسيس؟ ايه ده؟ ده نوع من ايه النيومايسين ده؟ امينو جراكسايد اللي هو ايه؟ انتبيوتيك. ما بيمتصش، يموت الايكولاي من غير ما يمتص. ممكن فلاجيل مترونيدازول. احنا دلوقتي قلب بنموت البكتيريا. لاكتيلوز ده نوع من ايه؟ من السكر. ايوه طه قال كلمه جميله، قال لي سكر بس ما بيمتصش. جدع. يوم ايه؟ يوم يعفن. هيعفن ويطلع ايه؟
لاكتيك اسيد يخلي البي اتش بتاع الانتستين اسيدك يوم البكتيريا تموت، لان البكتيريا بتاع الانتستين بتعيش في الكالاين ميديا، ولانه ما بيمتصش بياخد معاه ميه وينزل فيطرب بقيه الدم. يعني اللاكتيلوز ليه دي والافكت، لاكتيلوز ليه دي والافكت، ينزل بواقي الدم ويحمض المعده، ينزل بواقي الدم ويحمض المعده. ممكن بقى تلاقوا شويه كلام فاضي تاني ان احنا ممكن ندي امينو جليوتسيمايد اللي هو يمسك كليتنج للامونيا او انتي بنزو ديازيبان. يعني تعالوا كده يا اولاد نشوف احنا الهياكل بتاعتنا ستوب ريبليس ونتعامل مع الدم اللي في جي اي تي. خلي بالكم اهم حاجه تستوب الدم الانجكشن، وان البالونه دي تمبوراري، يعني على بال ما الانجكشن يجهز او لو في بواقي بليدنج، لو في بواقي بليدنج. انا مش هتكلم بقى لو حقنت وما وقفش الدم نعمل ايه، عايزين نبص مع بعض على الحاجه كده يا اولاد. تريتمنت اوف اكتفلي بليدنج من اسوفيجيال فيروس، هوسبيتاليزيشن، ريسسيتيشن، ستوب البليدنج. ريبليس يعني هوسبيتاليزيشن، ريبليس ريسسيتيشن ده اللي هي ريبليس وستوب البليدنج. ايه الايتم الزياده هنا؟ بريفنتنج كيفالوباسي. شوف يا رب نستوب البليدنج ازاي؟ بالون طمبونات، بالون طمبونات دي اللي هي الانبوبه. وابر اندوسكوبي. نوقف البليدنج بباند لايجيشن او سكليرو سيرم. طب لو عملنا انجكشن سكليرو سيرابي وبالونه والدم ما وقفش، بنعمل حاجه اسمها تيبس. اسمع عن التيبس دي في الاطفال؟ ترانس جاجولار انترا هيباتيك بورثو سيستميك شنط. هايلين يا اولاد. يعني ايه؟ بصوا التيبس دي بنعملها ازاي؟ جرافت من اللي بتتنفخ. هو احنا خدنا جرافت بتتنفخ قبل كده؟ في الاورتيك انيوريزم. جرافت بتبقى مفضيه كده وممكن تتنفخ. بص يا رب بندخلها من انترنال جاجولار فين، نطبقها كده تبقى صغيره قوي، قد المضاد الحيوي كده، قد كبسوله المضاد الحيوي، وندخلها من انترنال جاجولار فين بعد الانترنال جاجولار. حاول على طول عشان ما نعفنش. بعد الانترنال جاجلر اولاد الانومينيت، بعد الانومينيت سوبيريو فينا كيفر، وبعدين رايت اتريوم، وبعدين انفيريو فينا كيفر. بصوا الان اول ما نخش الانفيريو فينا كيفر بقوم حاشر الكبسوله كده في الهيباتيك فين. كل ده اندر سكرين طبعا، كل ده اندر سكرين. وبعدين ادوس على الزرار تفتح الجرافت تشق سكتها كده لغايه البورتال فين، فتاخد الدم من البورتال فين ترميه في السيستم، فابقى عملت شنطنج للبلد من البورتال للسيستم، فيقولوا عليها ترانس جاجولار انترا هيباتيك بورتو سيستميك شنط. فاهمين يا ولاد؟ حلوة بس ايه؟ غالية. جرافت دي غالية وعايزة تكنيكال سبورت. مش هو العيان عنده بورتال هايبرتنشن؟
هتقوم واخده الدم من البورتال فين للسيستميك فين. طب حاضر، يوم الضغط في البورتال فين ايه؟ يوم الفيرسست كولابس. ما حدش بقى يقول لي طب ما هتاخد الامونيا والسم، ما هيموت دلوقتي من البليدنج. هو هيموت دلوقتي من البليدنج. انا بوقف الدم. التيبس خطوه تحضيريه للليفر ترانسبلانتيشن. انا بعمل التيبس ده اوقف الدم وبعد كده احضر العيال الليفر ترانسبلانتيشن. طبعا اللي معاه فلوس يعمل تيبس، يا اولاد معاه فلوس يعمل ليفر ترانسبلانتيشن. الحاجات دي غاليه قوي، عشان كده الفقير يا اولاد يستحسن يقف الدم على الانجكشن، يستحسن ان الدم يقف على الانجكشن. لو ما وقفش بنعمل له عمليه بقى جامده، شق بطنه فيخر من الكبوت ميدوسا، وبعدين نربط الفيروس، نقعد نربط الفيروس ونعمل سبلينكتوم، عمليه اسمها حساب اوبريشن، عملها دكتور في جامعه اسكندريه اسمه عبد المنعم حساب. هو يعني كل المراجع تكتبها حساب اوبريشن. الدكتور خيري بتاع القصر العيني كان اضاف عليها تعديل ان احنا ممكن نعمل معاها فاجوتومي، نقطع الفيجاس عشان العيان دول بيبقى عندهم هايبر اسيديتي. فما حدش بيجيب سيره التعديل ده الا كتاب القصر العيني، كاتبها خيري اوبريشن شال حساب كمان. مش ولا مرجع اولاد كاتب اسمه بالكوسه. كل حاجه في البلد ده اولاد بالكوسه، كله بالكوسه. العمليه دي اصلا يا اولاد والله متسجله في بره باسم الدكتور عبد المنعم حساب، ومفيش ولا مرجع في العالم اللي كاتبها حساب وبريش. فاهمين يا اولاد؟ ماشي. الحصه الجايه يا اولاد هبدا تاني بان انا تاني اكد على ازاي نعالج رابشر فيرسز، لانها مهمه قوي، ريتن وشفا وكل حاجه، وبعدين نقفل الباب. ان شاء الله اولاد يوم الثلاث ان شاء الله هنراجع باب. ايه رايكم نراجع ايه؟ روما؟ حلو. انا قصدي في روما هيبقى حظها قليل شويه عشان ما تذاكرش من الامتحانات اللي يعني السيرويد الطالب بيذاكرها.